فالشيطان كما ذكر الله عز وجل عنه في آيات كثيرة أخذ على نفسه العهد أن يضل بني آدم. ماذا قال؟ كما في سورة الإسراء: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال بعدها في آيات: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشيطان يأتي الإنسان من طرق متعددة، وأنه لا يستوي منه حتى الصالحون، ولكن المعصوم من عصمه الله عز وجل. ولذا الشيطان علم أن أقرب وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل البدعة، ولذا أتى إلى هؤلاء من قوم نوح وأوحى إليهم ما أوحى كما سبق بيانه، لعلمه بمضرة البدعة. وبالفعل ما الذي آل إليه الأمر؟ الشرك. ولو حسن قصد الفاعل، قصد هؤلاء الذين نصبوا أنصابا، ما الذي قصدوه؟ أن يتذكروا عبادة هؤلاء بهذه الصور فيزدادوا عبادة لله عز وجل.